来呀。As you have ten, ten, وهيس حاجة. يبقى تلات أيوة في الأول عملنا نظام حلقة. بتات؟ يبقى نظام إيه عقد. يعني هيتعامل سيريس. فاحنا عايزين هنا تل دور سبلاي. بنحط هنا هاك للتاني. تمام؟ يبقى واحدة خدمة من هنا وطلع من الناحية التانية على أساس المادة ده هو اللي شغال بيه. ومن البوزيتيف هنا من الأحمر ببدأ أوصله بمين؟ بالريسيستنس. الريسيستنس هنا ليها طرفين. نسميها طرف ده وطرف ده بنسميه تيرمينال تمام؟ فهيبدأ هنا اهو نوصله بايه؟ باور سبلاي من هنا ومن هنا هبدأ اوصله بمين؟ الريسيستنس دي هوصلها بايه؟ اوصل الريسيستنس الجميله دي بمين؟ بالاميتر بمين؟ بالاميتر انا الاميتر ليه طرفين الرقم اللي ده اميتر ان هنا دي كم الاسود وهنا حاططها على الملي اميتر تمام؟ ومظبط هنا السهم ده على 200 مللي 200 مللي يقرا ايه اميتر شايفين حرف الايه تمام كده انا وصلت الريسيستنس بالشكل ده الريسيستنس وصلتها بالاميتر من هنا ووصلتها بالباور سبلاي فاضل لي اكمل الدايره اللي هي السيريس هنبص نلاقي شباب بنفس الشكل ده ونرجع تاني من طرف الاميتر لمين الريستات الجميله دي وكده يبقى هنا هيقرا كارنت قال لي كارنت كام يا شباب؟ 12.2 ملي امبير، ملي ايه؟ امبير. يجي الدور بتاع الجهاز ده، الجهاز ده بقى هيقرا ايه؟ هاتي الكم وادي هنا ها فولت ميتر، فاوصل هنا ها الاحمر بالفولت، تمام؟ وابص على الفولت هنا ها هشتغل على كام؟ على 20 فولت، وهنا تيار مستمر اهو. هنا بي متردد ماليش دعوه بيها، انا ليه دعوه بايه؟ بالبي المستمر بتاع تي سي، تمام؟ الاثنين دول الفولتميتر ده في طرفين شوف الطرفين بتوعته هما تمام واجي عند الريسيستنس عايز اعلق الاثنين دول هنا اهو بين طرفي الريسيستنس طب اشوفهم كيف اجيب كروكودايل ده بنسميه السلك ده اسمه ايه؟ كروكودايل شايفين شكله؟ كروكودايل هوصل كده في سلك تاني جنبيكم ايوه كروكودايل اهو طرف تاني هات الكروكودايل الجميل وهبدا اوصل بطرفين بتوع مين؟ الريسيستنس تمام؟ هنبص هنا ها هنبص هنا ها على الفولتميتر هيقرا ايه؟ طلع هنا ها قراءة الفولتميتر بالرقم الجميل ده 1.21 فولت طب انت في الامتحان لقيت ان انت وصلت بصوا بدلت الطرف ده بالطرف ده ماذا يحدث؟ What happened? Reading بالنيجاتيف يبقى انت يا دوبك تبدل بس الطرفين التو على الفولتميتر بين التو تيرمينال اوف ذا ايه ريسيستنس ارجعها تاني زي ما كانت بحيث يقرا لي ايه الماجنتيتيود يبقى بايه؟ بالبوزيتيف طبعا احنا بنغير الريستات فبناخد قراءات مختلفه ناخد قراءات ايه؟ مختلفه وبعد كده بنرسم ريدنج اوف فولتميتر اون واي اكسس اند ريدنج اوف ملي اميتر ان اكس اكسس وبالتالي هجيب الريسيستنس بالاوم فلازم ما تنساش ان الكرنت هبدا احوله في الجراف يبقى التايم ستيم بقى اوميجا كام؟ 3 عشان احول من ملي اميتر من ملي امبير الى امبير اوكي شكرا